الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أوي بوكرين كوتي همو بنا مشهور كان سي شوار دانا وهموشا سماعين قياسي مجال قياسي أنتيانيا إلا بحسب الأغلب ما قرر في أغلب شون، وذلك أن الغالب في فعل اللازم نحو الركعة أن يجيء مصدره على الركوع، مثلا كيلة الركوع وفي المتعدي وقلرب على ضرب، وفي الصنايع ونحوها وكتب عبر الرؤيا كو عبر الرؤيا شبه صنايع تقريبا على كتابة وعبارة. مثلا أوي شغل حرفة مثلا كسي نعنوايا نعن دروسك كسي عاسم قرية أو أنا همو شغلا حالبي كسي كنوسرة كسي كقارئة قارئة بتقراءة وتلاوة وشتا. وفي الانطرابي وكو خفق على خفقان، يعني لفا خفق يخفقوها شاكا كونا الانطرابية تنبيها بالحركة فيها على الحركة في مسماها بوي كاني أو حركة عين ليوا كين عواب متحرك ذكرية كين بوي بو حركة كلا صيغة كدايا باشا بو استدلال وكين يا هشتار بدين ولياي بدين لسر حركة لمسماكيا كاكما مسماي أم كلمة ياهر بحركة أنجام أدري. ولهذا لم يعلى نحو الجولان، هلا برأوية مثل كلمة يوكو الجولان على نكراوة كنا قرر على لكين وواقع ساكن أذي أو تو أو هدفيك لحركة كهتا أفوتي كاستدلال لسر حركة مسمى أي باش أقول موتان ولا موت وجهه حركيت يعني هو عليه والموتان من باب حمل الشيء على نقله أو لو بابيك حمل الشيء كذا سن نقلكيك نقلك جوا الحيوان يعني زندبودا باش زندماندا لا هي إن الدار الآخرة لا هي الحيوان حربي أو حيوانية لا برابر إيشا موتان جيش. وفي الأصوات نحو صرخ على صراخ ويقال بكى بكاء بالمدي، وشي لأن الصراخ يلزمه عادة، شنك الصراخ لازم البكاش دي عادة وهي كسيبقري بكاشية بكاني شياته وقهدا مقصورا على القياسي فمقصوري لسر قياسي قياسي خوي واسع فمقصوري بي حال بلا ولي بكاكا بكاء أمت أو غالبة بابو هنا شي بابو كاشي يا هو بكاء سود ني حالبي تناجي ها نانا كذب مدنية أو شكله بابا أجمع مدي ببي أجمع بكاء صد صدايلي ولا عزم دي مثلا يعني باني هوا بابا قريانه ولي أكلير بو بكاء بشتوى يعني مثلا صراخ لازمي دي بو يبر وزنها توه كسب قري قريانه كدني ليه ودي ونيا. وقال الفراء إذا جاءك فعل بفتح العين ولم تسمع مصدره فاجعله فعلا للحجاز وفعولا لنجد. أجر فعليك توجبو بفتح العين سالك ومصدرك نبي استبو شاك أو ياب أجر شوين حجازي كان أكبر بالله والله مصدرك بالوزن فعل داني لبرخوته وأجر شوين نجدي كان يشكوتي بفعول دايني بو شنك أن أهل الحجازي يجرونه مجرى مصدر المتعدي من فعل وأهل نجد مجرى مصدر اللازم منه كنك وقوايا حجازية كان جارية كان أو جرى مصدرانا بمجرى مصدر متعدي كالفعل والجلاء مثل محسكي من لباريس فعل ويا وأهل نجد بمجرى مصدر لازم لهم أن فعل لنا ذلك يقرن كمصدر لازم كفعولة ومصدر متعدي كيف فعل. ونحو هدى وقران يعني فعل فعال مفتوح العين ملموم الفاء ومكسورها كمفتوح العين بو فعلت لك يسكن ملموم يا مكسورا شاكا مختص من باب فعل لباب فعل دا اختصاصي هي من باب فعل مفتوح العين اختصاصي بشي بالمنخوص بناقصوا وكو طلب بناقصوا وتعود البته بله صغرش من هیا حالی اوکل غیری ناقصه عافی علولی او بو فعوله یعنی ناقصه کمان لرالشیه لفعله
يعني أجل فعلا بالي مثلا مسالك وين بده بروزني فعل هي ناقصة حالي أجل أفلاس بس في غالجرين جواب كيف تتعدى أولا فعول أولي فعولية فهذه أولي مثل الله وشكرا ونحو طلب مفتوح الفاء والعين مختص من فعل أيضا بيفعل أقل باب فعل بي أساسي بيفعلوها نبى يفعلوها ونبى يفعلوها مضموم العين إلا مصدرين ما قدو مصدر يكي كان نحو جلب الجرح يعني إلا جلب الجرح شل أصلي مثل كواهي حاربي إلا جلب الجرح والغلبة ما قر جلب الجرح غلب يعني جلبك مربوط بجرح جرح يعني برين سيري فإن مضارعهما مكسور العين أو باسكات اسم لا عالي جلب غلب وما اللي بقى مثلا لو اثنكيا أو معنى وذي مكاكب يعني فعل سين وع مضارعي هيا إسا بحرف حلقة كشو حسابيكي سياني هيا برحل مشروط وغير مشروط كارمانية ليوا يكان يفعلوها يكان يفعلوها يكان يفعلوها مثلا لا يفعلوها مصدر يعني أو فعل ومضارع كي بروزني يفعلوها مصدر بروزني فعلينية يفعلو أو فعل ومضارع كي بروزني يفعلوها دودانية جلب غلبها حاربي برام أو فعل ومضارع كي يفعلوها زوري هي أو باش ماكل باشا سجلب غلبك أولي ما هي بلان قرى داغيك أوي وتوى لوي وتيتي أوي كبو يفعلو بس وتيتي هيشي نايا وأمانا أولي شكا فعن هاتوى لوي أجدا وفعن يضعنو فعنا حاربي أوي حقوابو أوشي إيش سناك الدائم بلان ديالي ليرا علي أودو أنا أتولى يفعلوها هيتو باسي يف أمي باسي يفعلوا يرنكروا فإن مضارعهما مكسور العين مضارعك فقال الجوهري لما ورد لغة كان يقول جلب الجرح يجلب باشا ويجلب يعني هم يجلب يهاتوا هم يجلب يهاتوا باشا أمجر والجلبة جلبات شيا جليدة بيستيكك تعلو الجرح عند البرئي أكويت السربرينك لكاتي خوشبون وراء كواتا أقلوت من جلب الجرح يعني فاعلك بوت ساحب مأخذ اشتقاق فعلك باشا يعني بوت ساحب جلب آوة جالي وخم مضارعك يا يجلبوها يا يجلبوها أقل يجلبو بي وحق خويت ولي أقل يجلبو بي أبي بشاهد إياما داخلي استثناءك يا أما متواجبين داي أم جالب متعديش هاتي هو ولازم كيبو أم جال وجلب الشيء يجلبه ويجلبه جلبا وجلبا أو شاهدوا حاربي بلا جلب الشيء يجلبه ويجلبه مثلا جلب يجلب أما متعدي كيبه جاهر كامل كان ببال حال هم جلبي هاتا هم جلبي هاتوا أكري دابش يانكي مثلا بلين ولا جلبك بو يجلبوه جلبكش بو يجلبوه باشا انت اوقت ام استثناء شاء نعب يميكا هر غلبة مهنيته فعلى هذا لا يحتاج الى اضافة الجلب الى الجرح فزبنا برنقلي جوهرية اخر او المحاجب ويتي جلب الجرح من منزولة الا جلب الجرح يعني او جلب وجرح او تفاعلي حاربي شنك او يجلبو ليوا هاتوا مثلا بس مستركي ابيتا جلب اقوى بتشاهدي اما بلان اقر قرار به متعدي كشي شاكا متعدي جلبا هر يفعلوا لي هات بيه احتياج مانية جلبك تايبت كين با كنخواقي يعني اوه مثلا يعني للازمك يا يجلبو هاتا بس لازمك شي همان جلب الجرحة يعني بويا او مثالي بولدا جلبك اضافة كده بولا جرحكا يعني او جلبك جرح ابي بفاعلي كلازمي شا او مضارع اكبر وزن يفعلوها توا حالو لا جاء او جلب مصري اوايا
اما وقتی که توضیح داده لغت عینه کبابه جوهری واین خلق دو متعدی کشی تناند اویکا جرح جنایه بفاعل کی متعدی کشی هر يفعل الهات و حال بلا الو كانت احتياجية جلبك اضافك وغلبك اضافة لكرياب ولا هيج امش بيتا الا الجلب والغلب او هو حالي كانت او النحو داخل متنية لأصلا متني كتابك متني شافية كواية الا جلب الجرح والغلب او هو حالي بلا أما أو جاب فعل هذا لا يحتاج إلى إضافة الجلب إلى الجرح لأن الجلب بالمعنى الثاني بمعنى دومش أيضا جاء على يفعل أو يجرب مثلا يفعل بكسر عينك آتوا فتعود أنا من استثناء بالحق كأتواني أو كانوا توجيه كيف يجي أمي أنا بو مضموم العينكين شندو مثلي هم جلبي هيا هم جلبي هيا حال بنا شايديش لهنا نية لا أو يفعشو جلب الجرح وكانية لما استركها فقد جلب هاته وايا ولي اللي يجلبوها هم جلبي هاته هم جلبي هاته جالب أنا ابن حاجم لاحظه ويكرده وتدي لمتعدية كاتن دو مسرمان هيا يكان جلبه يكان جلبه جلبك دانين بو يجلبو جلبكش دانين بو يجلبو وكي حالونا بلان لا لازمك يا كجلب الجرح يجلبوها باشا يجلبو يجلبو شن هر جلب من هاتوا يتر جلبين هات الليوا متوجه يا سكاني كواتا الليوا على تشاهد ايمانا لم تعد يكيا ويا كاني اوي هنا وحالبي اينا بابا تنيا قد يكا او نية مثلا قد يكا او حسابي هم لسر مستنكا كردوا هم لسر ملارعة كان ابن حاجب يعني وجد الجلبي لازم هم يجلبوي هاتوا هم يجلبوي هاتوا بلان بهدو باركا يقم السريهات وكا جلبنا فزيسا اقرتو او يكيان اقر جلب يجلبو اقري استثناء تحقق بياك بتواجيب ولا نشي لابت الشاهدي تو ولي اقر يجلبو بقري ديالا والطبيعية وكو طلبك وايا اما متعدية كي جلب يجلبوش وجلب يجلبوش ياتو ولي او دوم السريهات يكيان جلبه يكيان جلبه بس تو اتواني جلبك داني بو يجلبو دي جلبكش داني بو يجلبو وكا ايتو استثناء بين ايوا بو اذا فكر بلا جرح حكمتك اي اوه اي سمي تواجبوين والغالب في فعل اللازم وكو فرحة ان يجيء مصدره على فرح بفتح العين كما نحشو تقال لك تكرارين يا لأي مرخل والمتعدي نحو يعني فعل المتعدي نحو جهلة على جهل بسكونها وفي الألوان والعيوب والحلا وكو سميرة وأديمة وكديرة وبليجة على سمرة وأدمة وقدرة وبلجة كمثلا إذا سميرة وأديمة بورانجن شاهد كديرة بوليربو عيبة مثلا بليجة كمنا برو قشادة يعني بين هذو برو قشادة وانا وبوهنا بوجوانية كيا باشا بلجشية وهي نقاء ما نقاء ما بين الحاجبين نقاء ما بين السفيتي بين هذو برواية يعني قشع حربي وفعول نحو كرما يجيء مصدره على كرامة غالبا ولديار أواني كبو أو صنايع أو جورشتان دي فعلك لسهر وزني بي أكري لسهر وزني فعل لك وزني فعيل بي كاربون يهتو وكرامة غالبا وعلى عظمين شاتو وكرمين شاتو بفتح العين وكسر الفاء وفتحها كثيرا وأن يجب زورياتو كتسليم الأعلي أما جيب مكدو فهذا وجه ضبط مصادر الثلاثي المجرد بحسب الإمكان إنت حسب الإمكان أما زبت مصادر الثلاثي مجرد تائرا ألبت لا كتاب كانت لا مثلا سلفي سدا صهوبة شيها وردوها يعني كاتا فعولتي شياته بزوالي لكمال حسن ذكرك كأوجز مصادر كثيرة أهيني هل هو أبابة كاتا قال إما كثير لنا ذر قرين فعالت فعل فعل فعولت فعل أو أنا هم كثير أما غالبة في كرامة غالب لكثير زوالتنا
متواجبين. بعض أمزع مصادر مصادر غير المجرد القياس بعض القياسية بعض مصادر غير مجرد كما نزلنا من مصادر غير مجرد نزلنا قياسية كعدة أو قياسية كم بصفة صفة مصادرك أفرمي والمزيد فيه وهي الأبنية الخمسة والعشرون كم وهي الأبنية الخمسة والعشرون كبس فنج بنا كبون والرباعي باشا والرباعي مجردا يا والرباعي مجردا أو مزيدا فيه قياس ولو أكرم والمزيد فيه يعني وأبنية المزيد فيه والرباعي بنا كان قياس كلها هم قياسية مثلا فنحو أكرم على إكرام ونحو كرم على تكريم شاكا وتكريما يعني دو مصدريات تفعيل تفعيلا وجاء كذاب وكذاب بكسر الفاء وتثقيل العين أو تخفيفها واتا بوشة وشاتوا هم بفعالاتوا وكذبوا بآياتنا كذابة هم بتخفيف شاتوا بعض فلما كأوى أو يكيل السلام بعض الله ما مصدري غير مضطريدة عظمتا ولخبها تولي نبدأ والتزم الحذف والتعويض في نحو تعزية وإجازة وستازة يعني لناقصة ولا هنا لناقصة مسترقي بالوزن تفعيلتها هنا عوان بلازم جراوة حذف تعويض مثلا إذا كان أني عزا يعزي مثلا تولى عزا مصدر دروسكي تي مفتوحة أني بأولا كي فاقل لكي ساكن لكي تعزى تع أم جارة فكي دغامة كي توا زي أولاك مقصورك تعزي زي دوما كي تعزيز يون عندها زي دوما كي إبدال كذيك بيان أبدا تعزي يون لا أصلا بلا عن ديوا حدث يان بلازم جراوة يعني أو زي دوما كبو بيان بجي أو بيكينيا حذف ما انكر دوا شاكا حذف ما قول لجي أو تيك ما بعيون زينا ولا آخر أو أبدا تعزيته كواتا او دو مصدرك بو تفعيلك ان تفعيله يكيك ان تفعيلتا تفعيلتك اديت قياسي ناقص ومهموس مثلا تخطئه ومهموس ايش حال بلا اللي بقى اودي امجر اجوى في واوي لا باب افعال باب استفعال شاء او سعي مثلا كان لي حس فكري يتو مثلا ما ندرس كردوها يعني من قبل هنا كان لاخره و تي يعني وقت ثانية عين الفلكي نقري حركة عين الفلكي أكريب ولا ما قبلكي ووكا يعني كأبي بألف دو ألف كوا بدأ ليه الفتاة حسنة تيلا أخرب عيوزين جاء أميك بات ما كل شيء مما نخص باب التفعيل وأجوى في بابي الإفعال والإستفعال وذلك أجوى أن أصل التعزية على ما قيل تعزي هل أوي ما خو ما نفش هذيك ما كل كفكي إدغام كما كرسه زيك مكسور بوا زيد هو مكسر ساكن بوا جاء إبدال ما نكر بقى إبدالي ملاعفش ككراء بي حذف بي كيبيه كذي معنى بيه بوا تدوية حذف إحدى الياءين تخفيفا لبر تخفيك اللي كان يحذف كذي وعولوا عنها التاء وتي كان بعي وزيه نعوة جام في مواني إحدى التاءين اللي ردا دروس بيه في ما بيها أولا كحذف كريالة لبر تولى تكريه ها؟ دباشة من يوم وشي مود حذفوا إحدى الياءين تخفيفا وعوضوا عنها التاء كان بعوز ينهاوى طبعا يعني منظور ويك إحدى الياءين وتغا شاكا ناب وبتا وحذفوا الياء الأول الياء الأولى يا أولك كبدل لبري زي كاين لبري حرف مكررة كا أو حذف واو زائدة فقرني تكريما كتكريما مثلا كرم تكرير رد وما كذا بيد وأيك حذف تيك بعوزنا فذ أوي واحد فكري بدل يكيا ليش لو لا مثلا ليش لا مثلا كعملته أين أبو قرار أجر إحدى الياءين بيت هلا قري زائدة كمان حذف كذبي هلا قري لا مثلا كمان حذف كذبي جاء أجر زائدة حذف إسم الوزن تفعيلته أجر لا مثلا كش حذف إسم الوزن تفعيلته والأصوب أن يقال
أما أصوب وأبيش باءها خش علي نوع على وجه تفعيله مثل تكريما من غير حذف وتعويض فبي أما كحذف وتعويض كابي ولا أجر بتشينو ناخي دروس كنا كحذف وتعويض كي هرتياه ولا الله أكرمه إذا نزلنا قري كارب وين يظلم باء وغير مثل كي بروز تفعيله ذاته يعني لأصل تفعيل نبو كريت ما تفعيله مثلا لأصل أو باب من بروزني مثل كي من ومسألة كرما فعشان كمان ساكن كردوة تيك مفتوح من إذا فكر دوا فكي إذا غامان كردوة توا بل الرئة ولا كمان مكسور كردوة دوا ما كمان حذف كردا شاكم لا خشوا تيك ما فيه وانا عنيش تعويزة واللي لواقعة تعويزة شاكم وأصل إجازة إجواز قلب الواو ألفا كما في أجازة وحذفوها لالتقاء ساكنين وعوضوا عنها التاء وكذا في الاستجازة فوزنهما إفالة واستفالة كأجر ولوان من هناك بلي إفالة ثانية أصلك كعين فلك أو حذف بوا باشا نفس ملاعلي احتمالي أوجل أداك عين فلك حذف به كرة زائدة حذف به أو أخت بلي أبت إفالة بلي استفالة يعني أو ألفك من قليل لبري وكعبي أو كعبي عين الفعل لك متواجبين؟ بلى فعلا ويجوز ترك التعويض في الإفعال عند الإضافة بلى لبعض الإفعال لأجوف كذا ممكن أو حصف كريه لأجوف حصف كريه بلى مثلا ترك التعويض يشكي ولا لا هم حالك أن حالك إذا فكر يعني كقول يعز من قائل وإقام الصلاة شاكم نيوت وإقامة الصلاة لبرو مزاف إليه هي كأنما أو مزاف إليه وكو أودان مليابه وقعي وزل بيتها تأنسك لنيابة المضاف إليه مناب التاعي كأنما أو مزاف إليه جيتها كدانته ولم يجوز ذلك في الاستفعال لباب الاستفعال أو إجازة مداتيك حذف كانوا مثلا مزاف إليه جيدانين لطول الكلام كن طولاني أبي إليه حينئذ لو كانت ذاك لو جعل المضاف إليه نائبا عن التائي أجر مضاف إليه كان نائب تيك كان كلمات يزور دور ذي يجب يا أخته وربما يجيان من غير تعويض ولا إضافة أما لقرا وشا زور جاري واي هل كان دين هم بابي يفعل ما بي استفعال يا كم جاران دين ببي أما كتعويض إذا فجبه وكو أروح اللحمو يعني قوش تكبو قال نكر إرواحا كي واجن إذا تغيرت ريحه أقربو كي تغير كان متواجبين وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان يعني الشيطان مسبب بس استحوذ ها أي غلب ومصدره استحواذ شنو وقت ما زيك على النكري ما سرقش على النكري قال أبو زيد هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل أم باب كباب استحواذ هم وكي أكري تكلم إلى الأصل فيها بكري يعني حسب تعويذ كيانه وقول العرب استصاب هم استصاب يجن هم استصواب يجن هم استجاب يجن هم استجواب يجن حاضر ولا؟ ونحو ضاربة على مضاربة وضراب باء مفاعلة قياسا وأما فعال بالتفعيل فشاذ وكو ضراب من راء يعني مثل ما رأيته من راء يعني مجادلة من ذلك أو الشاذ يعني قبل وزن فعالات به أو مثلا لشونك أخر وهي مثلا مثلا كبيرج آية فعالة شون دروس كربلا يجي والله كاك يجيز قاتل يقاتل مقاتلة و قالك ما بقي كادر وسكين فعرف لكن مخصول كألف كابي بيه دي أمجا ألف إذا فكر بين عن فعل لا مجال قيتال ألف كابو بيه جاء قال ألف كابي أوية كبدل لبري ألف كابي حفي نكي قيتال وخوي وزنك إيه يوبي كبتي ودقمي كقيتال وزنك يترى حفي كابي في حال وجه وزنك يترى حالبي بلا نعمل اللي واسو بالحالة يجي يتاكم بتيه أما مثلا ينار بره مثلا لما رأيته من راعنا بلا من راعا باشا هل رأيك ومشهدت كده واقعنا وشاطي حالبي واللي واكتيك هيا وجهك هيا وجاء قتال أو شاهات يعني أما توابيت إذا وباتي مثلا أخي بعض الكفيان وأعلن أو قتال أصلا شون لأصلا عقل وقت ما فعلت لك من مكسور كر ألفك بوبيه كانت أو فعال يعني أسا كقبل الباسمان كردوان مثلا سوى ضراب مخفف ضيرابة أعلى
ونحو تكرم على تكرم الله ما قبل الآخر. وجاءت ملاق تكسرت كسار عربي تملاق شهات وبنى تملق كردنا شابلوسي. قال شاعر: ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. سيخ حب سيخ وشويستهان يكم يعني وتوزيع حب علاقة وحب تملاق وحب يكك عبارة لا قتل يعني لمردن من شدة عشقي تلاو حالي بلا سكاني أو تملاقي أو ردو أو شاعر إلى كلامك إخويا كشعرك إلا بحري طويلة. والتملاق شاكا هو التودد والتلطف. تودد يعني محبة نواندن لطف نواندن باشا تقريبا شابلوسي كردن آوة. ونحو تضارب على تضارب. جاء مراد يا باب تفعل تفاعل معمولا مثلا كان كلمات زي كان اندروس كريا ما قبل اخر كلمات زي مفتوحه وملموميه كي ما قر ناقص به كناقص مو مكسور يكي يعني الله ما كتب لك انت كسره ويلا والناقص من تفعل وتفاعل تنقلب ضمه العين في مصدرهما كثره. ناقص لباب تفاعل تفعل تفاعل لا ضمي عينك لمثلا كي عادتك كسره. وكن تمنى تمنيا وتحامى تحاميا يعني حماية كذب. وسوف يجيء سببه في الإعلال ولا عين دا السبب كيف فهم كيف وشيء الله ما أبي بكسره هل في نسخوش من هذه زينة ويكاية الله لي ودوا ولخب لبر مناسبية كيا يا أقل واوي بي لآخر واي متفرد ما قبله ولا كلامي عربانية الله ما كي كيف بكسره حاضر يا أبوي الله ما كيف بكسره شن أقل ما كيف بكسره أقل واو بي أو لازم هاتواي وتفرد ما قبل مضمون بلا كلامي حرب ده كنية أجر يش بيش ما قبلك مضمون واو ساكن ما قبل مضمون مثلا بيبي أبي بواو يي ساكن ما قبل مضمون أو والباقي من 25 ورود مصادرها واضح. باقي لبي سفيان جكا واردبوني مصركان واضحة شن فإن الملحق بتدحرز كلها بالله ما قبل آخر بماله شوف هر شيء كي كملحق به بس تحرجوا حمو مثلا كان بالله ما قبل آخر كذي لما زيك يعني ما قبل آخر ما زيك كم مفتوحة ككذب المصير مهم كتوا وكنت تفعلوا تفوعلوا تفيعلوا تفعلوا تمفعلوا أمانة كما قلنا في التفاعل والتفعل مثل تجلب تجورب تشيطن ترهوك تمسكن. والملحق بدحرج على مثال ماضيه بذات تأتنيف أوش كملحق بدحرج يا هل وقت ما زيك وابي فقط هيك تنيد بما ذلك إضافة كي مثلا وكو فعل لو فعل لو فعل لو فعل لو فعل لو فعل لو فعلات وكو شمل لو حوق لو بيت رو جهو رو قلسو شريفو قلسات نعم ما توزحني يا معنى توزح يعني بي؟ نعم. والملحق بإحرنجما وكذا ما بقي من غير الملحقي يزاد قبل آخر ماضيه ألف أويك ملحق بإحرنجما يو وأواجه غير ملحق به زيادة كليلة ما قبل وكذا ما بقي لغير ملحق يزال قبل آخر ماضيه لما قبل آخر ماضيك وألف إزافة أكره ويكسر ما بعد أول ساكن منه ما بعد أول ساكن لو مكسور ذكره من غير تغيير آخر ببيع وكتغيير تلبدي مثلا إلا في إفعان لا كلمة تغيير تلبدي فإن الألفة تصير همزة ليوا شنك ألف واقع ولا ألف يواقع ولا ألف زائد أو كات يواقع ولا ألف زائد ويكب همزة يعني أجر ما بمعنى مثلا إف أو على وفي إف أو على وإلا في إف أو على كم دوايا وواقي أو يبا يه فإن الواو تنقلب يا أن وفي إف على وإلا لإف على جدال فإن الألفاء يعني أو ألف كلام مجرد كهاتي تصير يا أن لما سركات سنعلت ألف ما قبل مكسور فيقال إف إن لال مثلا إذا كانوا إحرن جما دي إحرن جما تواتي شكرا إحرن جما فقد حرف ما بعد ساكني أول مكسور كده ألف يكون إضافة كده لبين عين فلا مسألة وإف إن لا وكو إسم خاكك أو دو كارمان كده يكش مكربة همزة انفعال افتعال استفعال إفعلال وإفعلال 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 بابي إحمر وإفعال يا شوشبة إفعوال إجلوزة كالإخعنساس والإسلنقاء والإنطلاق والإختدار والإستخراج والإشهباب والإشهباب والإخديدان والإعلواطي إخديدان إخدوزانة باشا
داي مصدر مبالغة شاكا نوع المصدر معنى يبو مبالغة معمولا بكار أبريك عليه. وأما مؤمل مصدر على وزن تفعال والفعلاء يعني مصدر واش معنى يبر وزن تفعال فعلاء فعلاء نعم فعلاء وكو الترداد والتجوال والحسيسا والرمية شاكا فإنما هو للتكثير والمبالغة وتكثير المبالغة أو متى باوش بذين كإما مثلا إذا كان الحسيسا حسيسا سي حرفة حيك ودولا نسي توفى في لك مقصود كردوها حسي سي أولا كانت مشدد كردوها لدواء مشدد ومكسورة كردوها باشا لدواء ويه في إضافة كردوها أبيت حسيس الأخير شو ألف يك إضافة كردوها حسيسا حاضري كواتا أقل للرمي دروسي كي رمي مريكا مكسورك ميمكا مشدد ومكسورك رمي أمر لوايك إضافك باشا أو ريوا إضافيك لقى ييك إضافك أو ييك إضافيك لقى لي لا مثل لقى دغمك ألفك إيش مني بآخر يبدأ رمية وليس أمر ألفك بشكلي ألف نوسي بشكلي يناي نوسي لما ريما قبلك يايا بعض أما أو ما قبلك يايا علم جني ناقع علم واهر بيايا مع نوسي فإنما هو للتكثير والمبالغة ومبالغة وتكثير في مصدر الأصلي في مصدره الأصلي لمصدر أصلك كمصدر أصلك شيء وهو الرد والجولان دي والحث والرمي وهو كثير الاستعمال سماعي بس ما عزو استعمالك ليه حتى أو لا استعمالك ليه يكاد يكون قياسيا لو أنا والله ما قياسي وأما التفعال بالكسر أو عاتوية فشاذ وكو التبيان والتلقاء ولم يجيء غيرهما غير تبيان وتلقاء غير أمدوانا بر وزن تفعالات كاتا تكرار كيجين غلطة أشي بجين تكرار حال بنا إذا ما يفهم خب مصدر ثلاثي مجرد مصدر ميمي ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد أيضا على مفعل بفتح العين قياسا مضطردا مقياس مضطرد وإن لم يسمع بانج بسلابه خطة وندرسي كي كمقتلين ومضربين مضربي لقال الله أشكب الله رعاك مقصور العين هل بروزي مفعل دي فقد يجمر في مفعل معنية كيوم ومرجع معنية بالكسر أو الشعب إلا فيما فاؤه فقد واو ما قال لك شنك فاؤه لكي واو به كالموضع فإنه يكسر العين في الأكثر حاربنا أكثر وايك عين فلكي مكسور ذكري والفتح لغة لغة سمعها الفراء فتحكش لغتك كفراء باستيتي ألبتا أو ما نريد نفسك صرف سادة أولا هل اكتفاء بوناك فاؤه لكي واو به لم لا رأكش محزوف الفعبي جابر وزي مفعيل دي أي سكواته بو قراري أوكي الله وجيل يوجلو مثلا كانت موجل ناعت موجيل أو حالوي والمصدر الميمي لم يجي ولا أما هو استنباط ناكري لي إنسان واعداني مثلا موجيل موجل جري يجي موجيل أو. والمصدر الميمي لم يجي على مفعول بضم العين مصدر الميمي لسر وزي مفعول بلما عين غناتو وأما مكروم أني بشعفي هاتبو لسر كسل يا حتى هيك موردي قياسي ما نيبو مكسور العين بلا مول العين مال اي شيء كي لما مكروم معون اي اود وانا ما قال اواني وانا مسترينين على واما مكروم ومعون ولا غيرهما ثابتا وغير اود وانا ثابت مين فنادران نادر حتى جعلهما الفراء جمعا لمكرما فراء ذلك جمع مكرما وجمع معوني حالبنا واحدة المكارم ومعونة بمعنى الإعان مناك وما كردن به آخر ما جمع معنى ذات التمر وتمرات باتيك وبو وحدات بو مفردة أغتيك للابر وجمع أمش بتدي لو قبيلة باتيك ومثلني أصلا وما جاء في بعض القراءات فنظرة إلى ميسريه أو إلى ميسرية بل من أخرانا أو قراءات ميسرهات بالإضافة أي أري إلى سعته يا إلى سعته وغناه تعرف ذلك دستي بلاو أبيه ودولة من أبيه مولا كيبا
ومثل ما يقال إنه جاء أبو شمال مثلا دي مهلك أبي مهلك بمعنى الهلاك أو جاتوا مألوك بدي الرسالة أو جاتوا فاشتبي الله من لام فيهما والله من لام لا مهلك ولا مألوك دا اشتي غير فصيحي حالبلا تناد ما يسرج قراءتك قراءة الشاذة وفصيحنية ولا صحيح عند الأكثرين. فهذه حال المصدر الميمي القياسي في الثلاثي. أما أبو حالي مثل ميمي لا ثلاثية تواجبين أما مثل غير ثلاثي مجرد ميمي ومن غيره سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه يجيء المصدر الميمي على زينة مفعول من ذلك الباب وكن مخرج بمعنى الإخراج ومستخرج بمعنى الاستخراج ومدحرج بمعنى الدحرجة ومحرنجا بمعنى الإحرنجان وكذا الباقي. مصادر الثلاثية الواردة على وزن مفعول يعني ممكن يعمل الثلاثية كمال المصدر من بيلة وزن مفعول مفعول هاتبه. وأما ما جاء من المصادر الميمية في الثلاثي على مفعول كالميسور والمعسور بمعنى اليسر والعسر من يسر وعسر باللم ييسر ويعسر أجل باللم والمجلود بمعنى الجلادد يعني خوراقري والمفتون بمعنى الفتنة قال الله تعالى بأيكم المفتون كواعو مثل ميمي أي الجنون منا جنون شاتيتيا وذلك إذا لم يجعل الباء زائدة أو زمان مفتونة يعني بمثل حساوكي كأجر بيك زائد نبي إن أجر بيك زائد ذي بأيكم المفتون يعني أيكم المفتون أو أخت مفتون هذا اسم مفعول به أو فقليل يعني أو مثل بروزن مفعولات به مثل من بروزن مفعول به أو كما كعبارة مثلا ميسور معسور مجلود مفتون شاك كلمات كتبه بلام كمل أما تواضع أمجر مصادر الثلاثي كوارد به لتوزن فاعل يعني مثلا مختبايا مثلا بالرزن فاعل جاتوا. ومن المصادر الثلاثية الواردة على أوزان الصفات ما جاء على فاعله كالعافية مصدر عافاه الله جاء قال مصدر عافاه الله بيته الثلاثينية وبعد مفاعله حالب بلا أو ثاني فشع عافاه به أو إلى نهاية المصدر الثلاثي والعاقبة مصدر عقب فلان مكان أبيه يعني فلان كذا تجيب أنتي والباقية نحو قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية يعني من بقائين باقي من بقايا والكاذبة نحو قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس لوقعتها كذب أقل يعني أو نبوتي وأما ما جاء على مفعول فقليل أم دعوير وأما ما جاء على فاعلة فأقل كم تريش مما جاء على وزن مفعول مثل الرباعي مجرد غالب وغير غالب ونحو دحرجة عن الرباعية المجردة كقسم الرباعي المجردة يجيء مصدره قياسا على دحرجة مثل كيف قياس وزن دحرجة غالبا وعلى دحرجة أيضا بالكسيرة أجدوك زلزلاء أعني الملاعف الرباعية يجيء بعد فعل على فعلان وفعلان أيضا قياسا نحو الزلزال وزلزالش بالكسر والفتح طلبا للتخفيف أو مثلا غير ملاعف إجداء فعلان ما نهيا بلا من كل غير ملاعفة فعلان ما نهيا أما واد لك لملاعف دا أو ما نبي حالبي فعلانش ما نبي شاكا أمر بين السر والمستري مرة قانوني مرة ونور عليه والمرة من الثلاثي المجرد الذي لا تاء فيه مرة لثلاثي مجرد يوجد فتي ثانية على فعلة من وزن فعلة بفتح الفاء قياسا وكبربة وقفلة وبكسر الفاء للنوع ضربة مثلا نوع أشياء الهيئة التي يكون عليها فاعل الفعل أو هيئتك فاعل فعلك لسريتي من حيث إنه فاعل له لو حيثته كفاعل بو أو فعلا نلوانية أو فاعل هيئتك ببيه أو هيئة الربط بفاعليتي أو نوي بيانقري أو هيئتني بيانقري هيئتك كالربط بفاعليته حالب لا مثلك وكون ضربة ختلة في قولك ضربت ضربة زيدين يعني زيد مثلا شا هيئتك يقول حارتي لدانا من أو هيئة تمو قتلت ختلة عمرين هذا تريد أنك كنت حينئذ على هيئة وعذبية زيد وقاتلية عمر وما عداه
ما عداي أم ثلاثي مجردا، إن كان ثلاثيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أصليا أو ملحقا به، جاء ما عدا كي كيوكري ثلاثيا مجردا كما سلكي بروزني فعلت بهري من الثلاثي المجرد الذي لا تعها ثلاثيا مجردا كتايت يعني، يعني ما عداي أو ثلاثيا مجردي كتايت يعني باشا كأبيتا ثلاثيا مجردا كتايت يعني شاكا يا ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد أبيت وش أصلي وش من حقبة تيبي وفيها تاء تيشي تيابي فالمرة وكذا النوع من الجميع على المصدر المستعمل يعني مريش ونوعيش لمصدر مستعمل ذي وكو إناختين باشا كديال الأصل مثلا وخيا أو شون تي خوي تي ويا دي باشا أقلت المصدر أصلي بيت شون اللي يجاكينو. والفارق بين إرادة المصدر المطلق وإرادة أحد هذين المعنيين معه فارق لبين أماك إرادة مصدر مطلق ما أنكر به يا إرادة لو دو أنا كمرة ونوع أكر بيت من معه لقل مصدر مطلق كذا هو الوصف وصفه وما يجري مجراه أو كجاري بمجراي وصف به وكون نشته نشدة واحدة بواحدة كذا نبو مرة في المرة يا نشتة حسنة وأذني بحسنة أذني بنوعا يا نشتة لطفين فنشتيك لطف مرحمة في النوع لنوع وكذا في إقامة ودحرج وبيت روشي وشي أنا بشوى فإن لم تكن تاؤن أجرت أن وليس ثلاثيا مجردا وثلاثي مجرد جنب زدتها كيك زيادة كي والمصدر بحالي مثل ذكر خويا وكو إكرامة وإحرام جامة شاك يعني أجر مسوت ما أو ما أو بو مرة يا أقرأت بو نوع بو يا إزافية كنيا صفة بو يرينوكات إلا أنه جاء للرباعي وذي زيادة في مصدران إلا أنه بو الرباعي وذي زيادة مثلا نعم إن جاء للرباعي وذي زيادة في مصدران أقر الرباعي كمان يا مزيد فيه كدو مصدربو أحدهما أشهر دانيال مثلا كان مشهور تلمون فالوحدة وكذا النوع على ذلك الأشهر وحدة نوعك لسر أشهرك دون الغريب نغلة غريبك فتقول دحرج دحرجة واحدة وقاتل مقاتلة واحدة دون الدحراج وقتالة وشي لعدم اضطراد فعلان في مصدر فعلان لبرو فعلان مصدر فعلان مطردني وفعال في مصدر فعلى يجدواهني مطردني والفارق بين المرة والنوعي هو الوصف ديالها كما ذكرنا وكو أتيته إتيانا ونحو أتيته إتيانة كجوايا مثلا مرة بروزني في عالة ذات بيه شا بابا بروزني في علانة ذات بيه يا لقيته لقاءة أو شعذ بو لأنه ثلاثي مجرد لا تأتيه شنو ما نقول ثلاثي مجرد كتيت يعني فكان قياس أتية ولقية الشباب ويا كشوا نهات وحارورة باب يستنيره وفق بشه